اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، نرحب بمستمعي تلفزيون في المملكه العربيه السعوديه منيف الحربي وعلي الزهراني هم ضيفاء حلقه الليله. احنا قاعدين نبحث الان عن طبعا في حديث انه بنياس نفى الحديث المنسوب لفوزي بشير، نشوف شيء رسمي لانه في تغريدات تجينا ونبحث عن شيء رسمي، اما بيان صادر او اتصال من احد من الاخوان في نادي بنياس. انا برضه في الفاصل جت رساله تركيه على الجوال ان الاستاذ سعد الحارثي مدير مركز الاعلامي في نادي بنياس انه ينفي الخبر تماما. مسعد الحارثي او مسعد الحارثي، احنا قاعدين ندور عليه الحين، نبغى نشوف ناخذ من الخبر تماما، يعني شيء مستغرب صراحه. ناخذ ابحثوا لنا الشباب بس عنهم وناخذ معنا في مداخله. بعد في شيء ثاني بقوله، ودي اعرف بالنسبه للمشاهدين يعني بالاضافه لموضوع اتحاد القدم، وشو تعريف المهنيه؟ لانه انا دائما اسمع يعني جملة كذا غريبة، يعني دائما يقول لك واحد مثلا، راح أعطيكم أمثلة، هل من المهنية أنه تناقش موضوع سامي الجابر في الألفاظ اللي تلفظها؟ قبلها واحد يرسل رسالة، هل من المهنية أنك تناقش موضوع حسين عبد الغني لما ناقشنا؟ بعدين واحد ثاني يقول هل من المهنية أنك تناقش موضوع أبو سبعان؟ بعدين واحد يقول لك هل من المهنية أنك تناقش موضوع فرناندو؟ ما أعرف وش المهنية عند بعض الناس. هل المهنية بعد أنا أقول لكم إنه أنا أسمعكم اللي تحبون تسمعونه، أو اللي يعجبك هو المهني واللي ما يعجبك ما هو مهني؟ هل المهنية إنك تتغاضى عن أشياء تستحق أن تطرح يعني؟ إيه، ولا المهنية إنه والله أسمعك اللي أنت تحب تسمعه؟ ما أعرف، بس كلام إحنا نقوله، هل من المهنية؟ وبعدين حط بعدها اللي تبي. لما يكون في قضية في الوسط الرياضي، حسين عبد الغني، سامي الجابر، فيصل بن تركي، عبد الرحمن بن مساعد، نواف بن فيصل، أحمد عيد، أي أحد في الوسط الرياضي، أي أحد لما يكون في شيء صاير، إحنا نأخذ الموضوع ونحطه على الطاولة ونناقشه بأدب وبموضوعية وبدون إساءة وبدون تجريح، ونتكلم بصراحة بمنتهى الصراحة وبأدب. لكن مو معقول يصير شيء والناس كلها تشوفه ونقول والله علشان ما يزعل فلان ولا يزعل علان. إحنا ما عندنا أجندة ولا عندنا يعني هدف إن إحنا نزعل أحد، ما ندخل قبل الحلقة وناوين والله نزعل اليوم الجهة الفلانية، ولا ندخل قبل الحلقة ونقول والله اليوم ناويين نطبطب على الجهة الفلانية. احنا عندنا مواضيعنا اللي نقدمها اللي يعني يناسبه الموضوع راح نكون سعيدين، واللي مو مناسبه الموضوع نبغى يفهم انه احنا مو قصدنا نضايقه، احنا بس نعلق على احداث موجودة. الفريق الاهلاوي اليوم لعب مباراة من اجمل مباريات الموسم، قدم فيها مستوى قوي، قاتل حتى النهاية، خطف البطاقة وذهب الى دور الثمانية. ما فاجأنا اللي سواه الأهلي اليوم لأنه هذا اللي قاعد يسوي طول الموسم، وإن شاء الله يستمر الموسم الجاي. بقاء الأهلي في المنافسة هو بقاء لروح الرياضة السعودية، ونتمنى أنه الأندية اللي ابتعدت من ضمنها نادي النصر يعود مع الهلال والاتحاد والأهلي والشباب إلى دائرة المنافسة القوية. التقرير التالي يتحدث عن الفريق الأهلاوي. مباراة للتاريخ لن تنساها جماهير السعودية ولا الإماراتية لفترة زمنية طويلة. جنون الكرة شاهدناه في هذا اللقاء، وزاد من جنونها جنون المجانين. أصحاب الأرض بدأوا المباراة مهاجمين وباحثين عن هدف مبكر علهم أن يفاجئوا أصحاب القلعة، لكنهم لم يترجموا تلك الهجمات إلى أهداف حتى بدأ الأهلي يدخل شيئا فشيئا في اللقاء. والجزاوي يتلقى كرة عرضية متقنة، لكن عبد الرحيم لم يكن في يومه، إلا أن الأهلي ولاعبيه كانوا في يومهم. تيسير تعرض لإعاقة صريحة داخل المنطقة المحظورة، والأهلاويون لا ينتظرون صافرة الحكم بل يواصلون ويراوغون ثم يمتعون ويسجلون. كماتشو كماتشو كماتشو، قلب الملك النابض يلقن الحارس درسا صعبا عليه أن ينجح في تعلمه. لكن الجزراوية لم يستسلموا لهدف الرقي، وعادوا أشد بأسا مما كانوا عليه. يحضر دياكي ويلعب كرة عرضية متقنة، تجد العملاق البرازيلي أوليفييرا محلقا بانتظارها، يضعها بقوة في الشباك، والمعيوف لا يسأل عن هكذا هدف. الأهداف الجميلة كانت شعار هذه المباراة. أصحاب الأرض زادوا من الغلة، وماتياس ديلغادو يسجل هدفا رائعا، ارتفع معه هدير مدرجات الجزيرة فرحا بالتقدم على أصحاب القمصان الخضراء. يارولويم زج بعماد ثم أدخل الفهمي، والأخير يصنع، والعمدة يتفنن في وضع الكرة بالشباك.
والأهلي يعود وجماهيره تصرخ مناشدة الإدارة نرجوكم جددوا للعمدة وقدموا له شيكا مفتوحا. لم أستوعب كيف نجا الأهلي من هذه الكرة، كادت أن تقتل الأحلام الخضراء وتسديدة أوليفييرا تمر على المعيوف بسلام. أشوط المباراة الإضافية شهدت ضعفا لياقيا واضحا لدى لاعبي الفريقين، لكنها لم تحرم المتابعين من المتعة. الجزراوية سجلوا هدف التقدم الذي اعتقدوا معه بأنهم انتزعوا الانتصار بقدم البرازيلي أوليفييرا، لكن الراقي لديه برازيلي آخر اسمه فيكتور ولقبه السفاح وهوايته هز الشباك، ليجن جنون المجانين في لقاء مجنون. والمباراة تنتقل إلى ركلات الحظ، وأي أعصاب ستتحمل تلك اللحظات العصيبة؟ الأولى للأهلي كماتشي يسجل، وأولى ركلات الجزيرة لأوليفييرا، والمعيوف يردها ببراعة. عاد المعيوف ليسدد الكرة الثانية للأهلي فيضعها بالشباك كأفضل المهاجمين. الثانية للجزيرة سددها السلطان برغش بهدوء ووضعها بالشباك. ياسر الفهمي تقدم لثالث الركلات وسجل، وكذلك هو خميس إسماعيل وضعها بالشباك. جاء دور قلوب الدفاع، بالومينو على طريقة المدافعين أضاعها، ولوكاس نيل ليس بأفضل من مماثله هو الآخر يسددها بالعارضة. وجاء دور السفاح ومعه سيرتفع للخصم النياح، والقلعة ترفع راية الانتصار ليتقدموا إلى دور الثمانية كأول مرة لهم في النسخة الجديدة. والجماهير الخضراء تردد لك العهد والعشق والانتماء، وخلفك نمضي صباح مساء لتبقى مجيدا وفخرا وعيدا وصرحا فريدا يطال السماء. مصفر الخثعمي كرة. طب ألف ألف مبروك للفريق الأهلاوي. الآن على تويتر طبعا في كثير من التعليقات متركزة على موضوع فوزي بشير. احنا عندنا الآن على تويتر في عندنا تسجيلين صوتيين، تسجيل لمسعد الحارسي في برنامج المكس اف ام على المكس اف ام ينفي التصريح تمام، وفي تسجيل لفوزي بشير برضو وصلنا يتحدث انه في جماهير نصراوية استقبلتها في المطار. يعني بين هذا وهذا الموضوع راح يضيع، يعني في تسجيلين صوتيين موجودين الآن على تويتر، بس عشان نحط الموضوع كما هو. في ردود على الموضوع، أحمد الفيدي يقول المهنية أن تنقل حدث كما هو ولا تبدي آراء شخصية حوله، في المهنية هي الالتزام بأداب المهنة. من عبد الله بن محمد، أداب المهنة التي تمارسها ألا تكون هناك عن جهية من معك يا عالمي، المهنية عمل بإخلاص بعيد عن العاطفة وقريبة من الواقعية والتعامل بمصداقية. هذا محمد الرشود. المهنية تعني الأمانة، وأعتقد غابة الأمانة. هذا عاشق العالمي. ماجد الثبيتي يقول تعطي لجميع الأطراف الفرصة لمناقشة الموضوع المطروح. المهنية أن تتغلب المهنية على العاطفة، والمهنية المقصود به الواقع هي أن تتعامل، أن تعلم ماذا تفعل. هذا هشام محمد الراشد. حاليا وللأسف المهنية ضائعة، لا نكذب على أنفسنا، أصبحنا في زمن الإعلام المسير. هذا من فهد صلاح. خلينا نتكلم على الأهلي. أبو ركان، مباراة قوية، الأهلي ما يعني تمسك بالبطاقة حتى آخر لحظة. صحيح، لكن قبل موضوع فوزي بشير أعتقد أنه موضوع يعني لا يستحق كل هذه الإثارة، سواء استقبله مشجعين أو ما استقبله، سواء صرح لأحد أو ما صرح. يعني لا أعتقد أن موضوع أن يستحق كل هذه الإثارة يعني الغير مبررة حقيقة. يعني بالنسبة للفريق الأهلي، الفريق الأهلي واصل مسيرته المظفرة أستطيع أن أقول يعني حتى الآن، ويبدو أن الطموحات الأهلاوية تتزايد نحو اللقب الآسيوي، وليس هذا ببعيد إذا ما استمر الأهلي بنفس الزخم والروح العالية. وإن كان يعني فترة التوقف المقبلة يعني ربما تعيد بعض التوازنات يعني، أو أنها تعيد بعض الأمور أو الفوارق. أتمنى أن الأهلي يستمر على نفس الزخم ويحافظ على تقدم. الأهلي الليلة ظهر مثل ما ظهر طوال الفترة الماضية، يعني فريق ثقيل فنيا. صحيح. سواء من ناحية حتى تبديلات المدرب أو طريقة اللعب، الأهلي كان مسيطر على المباراة تماما تقريبا، كان يفترض أن يحسمها في الأوقات الأصلية، لكن أجل ذلك إلى الأوقات الإضافية، وكاد أن يخسر إلى وقت متأخر، يعني إلى أن أدرك فيكتور هدف التعادل الثالث. يعني حتى لو كانت في ضربات الترجيح،
كان فيها فائدة يبدو لي إيجابية يعني جدا بالنسبة للنادي الأهلي، أنها بينت الجميع أو طمأنت الأهلاويين أن الفريق بات على درجة من الثقل الفني، بحيث أنه يستطيع التعامل مع مختلف الظروف اللي ممكن تواجهه في المنافسات الشرسة، وليس هناك أشرس على مستوى القارة من البطولة الآسيوية بنظامها الحديث. هدف كاماتشو الأول كان هدف مارادونا في كأس العالم جدا يعني 94. هدف جميل جدا واللاعب ممتع صراحة، وفق فيه الأهلي، قدم مستويات كبيرة يعني من أبرز صناع اللعب أو أبرز صانع لعب في الدوري السعودي هذا الموسم. هدف الجزيرة التعادل أيضا كان هدف جميل. علي، الفريق الأهلاوي قدم يعني مستوى ما فاجأنا، المدرب الأهلاوي واضح أنه خلاص يعني حافظ لاعبي الأهلي، حافظ إمكانياتهم وعارف يوظفهم في الأماكن الصحيحة، إيش رأيك؟ بكل تأكيد يمكن الأهلي لا غرابة ولا ليس بالغريب ولا بالمستغرب أن يظهر بمثل هذا المستوى الرفيع والجميل جدا، ويخرج من موسمه وهو متأهل إلى دور الثمانية للبطولة الآسيوية بعد أن حقق بطولة الأبطال. يمكن اللافت في الموضوع والمهم جدا والواضح للعيان إنه الأهلي هذا الموسم اختلف جذريا عن الأهلي الموسم الماضي، إداريا فنيا، يعني مدرب استطاع أن يوجد الخطة المناسبة والتوليفة الجيدة، الإدارة أيضا استطاعت أن تحسن عملية اختيار اللاعبين الأجانب، فريق بحجم الأهلي يملك هذا الزخم الجماهيري، أعتقد من الظلم أن يخرج خالي الألفاظ من الموسم دون بطولة. ما قدمه الأهلي اليوم هو درس يعني مختلف تماما عن الدروس السابقة، درس الآن تجاوز المحلية أو دخل الآن في صميم القارية، ظهر بمظهر جيد، وأعتقد الأهلي سيكون له بصمة كبيرة في البطولة الآسيوية وفي النهايات تحديدا. الآن يمكن الفريق الأهلاوي بعيدا عن كونه حقق بطولة الأبطال واستطاع أن يتأهل إلى دور الثمانية للبطولة الآسيوية، استطاع أن يكسب ويكتسب ثقافة البطل أو هوية البطل. الآن يمكن في مراحل يعني سابقة من الزمن كان الفريق الأهلاوي يفتقد لهذه الثقافة، مع مرور الوقت وبالتحديد مع بطولات الموسم المحلي استطاع الفريق الأهلاوي أن يكسب هذه الثقافة، وأصبح الآن على مقربة أو على مسافة قريبة جدا من العودة إلى منصات التتويج للبطولات الكبيرة، أعني بذلك الدوري وأعني بذلك بطولة الأبطال الآسيوية، لأن الفريق الأهلاوي الآن استطاع أن يخلق مناخ الاستقرار الإداري والفني. نعم. حتى على صعيد اللاعبين الأجانب، يمكن زميل المنيف تحدث عن اللاعب كاماتشو، أنا أعتقد أنه كاماتشو يعتبر ملك من ملوك كرة القدم خصوصا في صناعة اللعب. اليوم يمكن الشيء المختلف فنيا أنه كان لدى كاماتشو يعني سطوة واضحة من حيث المستوى الفني، من حيث التمرير، من حيث التسجيل، من حيث صناعة اللعب، أيضا من حيث المعدل اللياقي، برغم أنه كاماتشو أكبر سنا من بعض اللاعبين الشبان في الفريقين، إلا أنه كان هو اللاعب المختلف من حيث الجانب اللياقي. فأعتقد الأهلي الآن يسير في الطريق الصحيح، مبروك للأهلي، مبروك لنا جميعا، مبروك أيضا للاتفاق، نتمنى أيضا تركي أن يحالف التوفيق والحظ فريقي الاتحاد والهلال غدا حتى يلحقوا بركب الأهلي، ونستعيد بعضا من البريق المفقود في البطولة الآسيوية من خلال الأندية بعد أن غابت عنها المنتخبات. تركي، بس إضافة بسيطة لو سمحت، بالنسبة لموضوع اللاعب والكابتن كاماتشو، يعني حينما تحضر لاعب بهذه القيمة الفنية العالية ينعكس تأثيرها حتى على اللاعبين الجدد في الفريق، مثل ما شفنا ارتفاع مستوى تيسير الجاسم السنة هذه وإن كان متألق طوال المواسم الماضية، أيضا حتى اللاعب ياسر الفهمي يعني لاحظنا لمساته على الكرة فيها انعكاس تأثر. مثل كاماتشو حتى بعد ما يترك الفريق يبقى أثره الفني على اللاعبين الموجودين واستفادتهم من لاعب مثل هالخبرة مثل هالمستوى صراحة. وين نلقى لاعب زي كاماتشو حتى على الفريق يلعب حتى على مستوى الهجوم يأدي فيه. يعني لعب في الشباب، لعب صحيح. في الهلال لعب في الأهلي، في كل فريق يترك بصمة وأثر واضح وبطولات. ينطبق نفس الكلام حتى على لاعبين في مراكز أخرى، يعني شفنا اللاعبين في مركز الهجوم الأهلاوي انعكس على اللاعب الجيزاوي عبد الرحيم الجيزاوي، تصاعد مستوياته في الفترة الأخيرة، يعني هذه فائدة فنية لما يوفق النادي في جلب لاعبين يعني يفيدون الفريق، يفيدون في وجودهم ويفيدون حتى بعد مغادرتهم لأسوار النادي. صحيح.